الكلام اللي تفضلت فيه حضرتك، بدأت بالكلام عن الخماسية يلي بدها مبادرة لتلم شملة وتجتمع، هيك اعتبرت. يعني بتعرفي الجو اللي طلع بهول يومين ثلاثة، كانوا محضرين لزيارة بعدين مشتركة للرئيس بري ورئيس نيابي، وبعدين تعدل هذا الموضوع لأسباب فيما بينهم ما بعرف إذا كانت انشغال السفراء تقنية. فلذلك بعتقد من الناحية السياسية نحن بحاجة لننتظر ماذا ستطرح الخماسية بشكل واضح. هل هذا الطرح سيتجاوز الطرح السابق الأساسي اللي كلنا صرنا بنعرفه له علاقة بالمعايير، له علاقة بالإصلاح، له علاقة بالمرحلة المقبلة بالبلد؟ هل سيكون هناك أسماء؟ هل سيكون هناك طروحات واضحة على صعيد الأسماء؟ أم أنه المسألة يعني تكرر نفسها من ناحية العناوين العامة؟ بكل صراحة ما بنقدر لا كطرف سياسي ولا بعتقد لا أطراف سياسية الأخرى أن تحدد موقف من ما يحكى عن مبادرة الخماسية قبل ما تكون واضحة وتطرح علينا بشكل رسمي. طيب المعلومات بتقول يلي ذكرها أستاذ إبراهيم، يلي قرأناها اليوم الصحف، يلي أتت أيضا من مصادر مختلفة، أنه قطعا لن تدخل الخماسية بأسماء. هذه الأسماء بتطرحها الكتل اللبنانية، ولكن طبعا في مواصفات الرئيس عملية فصل مسار الرئاسة عن غزة، محاولة شحذ الهمم لإقناع الأطراف بالخيار الثالث يصير خلص خيار الجميع. هيدي العناوين يلي عم ترشح. أنا بظن هل إذا كان هذا هو سقف ما ستقوم به الخماسية، هذا يعني أننا سنعود للحلقة المفرغة نفسها على هذا الصعيد لسببين رئيسيين. السبب الأول بأن الثنائي الشيعي مصر حتى هذه اللحظة على مرشح الأستاذ سليمان الفرنجي، وبالتالي احتمال أنه يقبل بالخيار الثالث حتى الآن غير متاح. المسألة الثانية والأهم، فكرة فصل الواقع السياسي اللبناني عما يجري بغزة وعما يجري بالجنوب، والله نروح نحن ننجز أي استحقاق بحجم استحقاق رئاسة الجمهورية بأنه نفصل هذا الأمر عما يجري هيك بكل بساطة، بعتقد فيها شيء من اللاواقعية إذا ما بدنا نقول أكثر. وبالتالي إذا كان هذا سقف الخماسية ستكون المبادرة أو ما ستطرحه ما قال يعني ما رح تأدي لأي نتيجة. بعتقد هيك بواقعية عم بحكي، مش بالعكس. نحن بنتمنى أنه ننزل بكرة على مجلس النواب وننتخب رئيس وننجز بكرة حكومة بعد انتخاب الرئيس ونبلش نعالج أمورنا، لكن هيدي من باب التمنيات. الواقع السياسي شو متوقعين يكون سقف الخماسية، أو ما هو السقف يلي يجب على الخماسية أن تضعه لحتى لنوصل فيه لنتيجة؟ يعني شو مطلوب من الخماسية اليوم تعتبروا أنه ممكن توصلنا لنتيجة؟ سؤال ست سمر، هل المسألة مرتبطة بما تطرح الخماسية؟ يعني هل يكفي ما ستطرح الخماسية؟ وهون عم بحكي بالسياسة مش عم بحكي موقف، بمعنى هل يكفي أن الخماسية تأتي إلينا بطرح حتى هذا الطرح يعني يأخذ هيك طريقه إلى التنفيذ، أم أن هناك ما هو يعني يحتاج إلى الخماسية مع الإيراني حتى تقدري أنت تنجزي أي أمر، أو أنه تقدري تنجزي أي حل على هذا المستوى بلبنان؟ بمعنى آخر، هل المسألة مرتبطة فقط بطروحات وبأسماء وبمعايير، أم أنه المسألة إلى أبعادها الإقليمية اللي مرتبطة بإيران ودور إيران وبحاجة بالتالي لتسوية كبرى يعني على صعيد الإقليم الدولي 100%، أو على الأقل لو كانت التسوية صغرى، بس هل ممكن إنجازها بدون الإيراني؟ عم نحكي هون كمان بالسياسة، ما عم نحكي بشو منتمنى أو شو ما منتمنى. والله إذا نحن منحب هالمسألة أو ما منحبها، منرغبها أو ما منرغبها، عم نحكي بواقعية سياسية، لأنه عم بتحور وتدور الأمور كلها سوا. عم نرجع لهيدي النقطة، وبعتقد أنا ربما العلاقة السعودية الإيرانية على هذا الصعيد تفتح مجال لمعالجة الكثير من الثغرات، وبالتالي هيك ولوج بعض الحلول المعينة. ساعتها بنعمل تسوية موضعية للبنان
بانتظار ربما التسويات. ربما يكون ربما هذا الامر يمكن مش مستحيل، صعب بس مش مستحيل، لكن برجع بقول هون من الناحيه السياسيه المساله منا مقتصرة فقط أو ما بتحل المشكلة فقط أنه الخماسية تطرح هي أي مبادرة أو أي طرح. نعم. في طرف آخر إقليمي موجود صار على الساحة، بعتقد صاروا بيعرفوا تماما أنه بدهم يحكوا معه بآخر بنهاية المطاف. عم نحكي عن إيران عمليا. إيران. ربما الثغرة الوحيدة يلي انفتحت بها الفترة هي كلام رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي السابق وليد جملاط من يومين لصحيفة الأخبار، ويلي أثار يعني أثار زوبعة خلينا نقول، وهو عندما يقول وليد جملاط أنه لا مانع لديه من السير بسليمان فرنجية رئيسا للجمهورية، طبعا نتيجة ربطها بأنها نتيجة اتفاق أو تسوية، إذا تمت التسوية عليه ساعتها لا مانع لديه من أنه أسير. في هذا الموقف أخذ كتير رد وفعل وتأول كتير وانطرحت كتير علامات استفهام عليه، ومبارح تحديدا بمقابلته الدكتور سمير جعجع على الـ LBC بيقول إذا متكلين على جملات ليوصلوا فرنجية حرير رح يلبسوا، وهيدا لحاله ما بعرف بأي خانة بتحطوا هيدا الكلام، يعني أقله مواقف الرئيس وليد جملات ومواقفنا مش عم ندعي انها بتلبس حرير لحدا، لكن اقله لن تعري البلد ولن تعري اللبنانيين اكثر، لا سياستنا ولا مواقفنا. وبالتالي موقف الرئيس وليد جملاط اللي قاله في جريدة الاخبار بالجوهر وبالمضمون هو الموقف الثابت من لحظة الشهور الرئاسي الى الان، وهو اللي عم يبحث عن حل وعم يبحث عن تفاهم. بالتأكيد ما في مشكلة شخصية مع حدا لا مع الأستاذ سليمان فرنجية ولا مع غيره، لأنه المسألة منا شخصية، المسألة مرتبطة بوضع البلد، المسألة مرتبطة بمستقبل اللبنانيين، المسألة مرتبطة بإيجاد حلول. لذلك موقف الرئيس وليد جملاط اللي عبر عنه بالأخبار هو نفسه بالجوهر بالمضمون بالمحتوى اللي قاله من البداية، انتخاب رئيس جمهورية في لبنان يحتاج لتفاهم بين اللبنانيين. اوكي بس كان حاطط استاذ زافر كان يقول انه لا ما بمشي بسليمان فرنجية الا اذا حدا من الجهات المسيحية او الكتل المسيحية بمشي فيه. طيب وحتى الان بهذه المقابلة الموضوع المسيحي عبر عنه واخذه بعين الاعتبار، لانه انت حتى لا الاستاذ سليمان فرنجية ولا غيره ممكن انك تاتي فيه الى رئاسه الجمهوريه بدون ما يكون في طرف مسيحي مؤيد له اقله، بمعنى انه هناك شرعيه شعبيه مسيحيه مش هيك؟ بالمقابل اذا المسيحيين كلهم اتفقوا على شخصيه وعندك مكون ما بال يعني البلد رافض هذا الترشيح، كمان كلنا بنعرف انه هذا الامر مش ممكن انه ينتخب الرئيس بس لانه المسيحيين وافقوا عليه. والدليل على ذلك وقت اللي الدكتور جعجع وافق على الرئيس ميشيل عون بال 2016 لولا ما هناك موقف من المكونين السني والشيعي بالبلد مشوا بالعماد ميشيل عون ما كانوا قادرين المسيحيين لحالهم ينتخبوا رئيس. صحيح. لذلك كل ما يدور بموضوع الرئاسي بيرجع للنقطة الأساسية اللي طرحها الرئيس وليد جملاط من البداية وهي التفاهم. هذا التفاهم إذا بيحصل على أي شخصية اللي قاله الرئيس وليد جملاط أكيد ما عندي مشكلة، لأنه أنا عم ببحث عن حل، أنا عم ببحث عن انتخاب رئيس، أنا عم ببحث عن انتظام المؤسسات، عم ببحث عن بداية لمعالجة مشاكل اللبنانيين. لذلك المسألة مش مسألة إذا منلبسهم حرير أو ما منلبسهم حرير لها الفريق السياسي أو للبنانيين. بس هو مفهم من هيدا الكلام أستاذ زافر يعني فيه كلام تشكيكي، يعني المسألة ست ثمر أنه ما تكون سياستنا وما يكون تعنتنا وما يكون تشبثنا وما يكون هيك يعني وقوفنا مكاننا وجمودنا مكاننا بيساهم بأنه إذا بعدهم اللبنانيين لابسين قطعة ثياب ما نشلحهم إياها، وإذا بعد في لقمة بتمون ما نشلحهم إياها، وإذا بعد قادرين يروحوا على المدرسة ما نحرمهم الروحة على المدرسة، واللي قادر يتحكم ما نحرمه أنه يروح على المستشفى ويتحكم. إذا سياسة البعض مش أخذي بعين الاعتبار وين اللبنانيين صاروا وين وقعهم صار وين وضعهم صار، وبالتالي علي وعلى أعدائي يا رب
كمان هيدي بعتقد شيء انه سياسي بتلبس حرير لحدا، بعتقد على الاخرين انه يعيدوا نظر بسياستهم بدل سياسه اللي يعني توضع حواجز والسياسه اللي بتقفل الابواب امام نعم. الحلول استاذ زافر السياسه اللي بتفتش عن حلول ومخارج للبنانيين.